بدأت محطات الوقود إضرابا مفتوحا في لبنان بسبب الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار في السوق السوداء والذي تعتمد عليه لاستيراد الوقود. وفي السياق ذاته أعلنت نقابة الصرافين الإضراب غدا في قطاع الصرافة في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات في مناطق عدة من لبنان. تعيشها البلاد وموضوع صرف الدولار. تعميم الصدر عن حاكم مصرف لبنان رقمه 1313 85% باللبناني و15% دولار. اليوم اذا بتمر من كل البلد نبقى تأمني 15% دولار لتانكة بنزين قيمتها 25000 ليره، ما في دولار، عم نشتري الدولار من عند الصرافين. الازمه ليست محدده بقطاع بل تنسحب على مختلف المجالات الاقتصاديه والمعيشيه، وإن اقتصر الإضراب على المحطات إلا أن قطاعات أخرى بدأت تلوح بخطوات مماثلة مع ارتفاع عدد المحال التي أقفلت أبوابها وأخرى تتهيأ للإقفال نهاية العام. أزمة تلو الأخرى ولا أفق قريب للحل، وسياسة عد الأصابع مستمرة. السلطة تراهن على أن يترنح الشارع ويصرخ مستسلما، وهو ما يؤكد الحراك أنه مستحيل. وسط كل ذلك مراوحة سياسية لا بل تراجع، فرئيس الجمهورية الذي كان مكتبه قد سرب معلومات عن دعوة إلى استشارات نيابية الخميس لم يقدم على ذلك، بل تقول أوساطه إن الموضوع أجل إلى الأسبوع المقبل. بالنسبة للحكومة إن شاء الله جمعة الجاي بيكون في عندنا حكي، ناطرين بعد بكرة والتكتل رح يكون عنده موقف يعلن عنه ويفصل قريبا جدا. ولا يبدو أن الأفق واضح حتى الآن، فلقاء ميشيل عون بمفد الجامعة العربية لم يحمل جديدا. معاونة اللبنانيين في الخروج من هذه الأزمة سواء من ناحية السياسية أو الاقتصادية، ولكن بطبيعة الحال العبء الأكبر من هذا يكون على عاتق اللبنانيون أنفسهم، لأنه هذا بلدهم وهذه الأوضاع تخصهم في المقام الأول، وما الخارج إلا داعم. ووسط هذه الأجواء الملبدة يصر المتظاهرون على البقاء في الشارع. جيس الحشخوري، العربي، بيروت. تنضم إلينا من بيروت ليال صقر، المحامية ومؤسسة نواة للمبادرات القانونية. مرحبا بك. يعني إضرابات متواصلة في قطاعات مختلفة، عدم تمكن السياسيين من تشكيل حكومة، الحراك في الشارع اللبناني والمواجهات مع قوة الشرطة، من المستفيد في نهاية المطاف من هذا الانسداد في لبنان؟ يعني نحن بالشارع لأنه عم نطالب بحقوقنا، وعم نطالب انه يكون عندنا ابسط الامور من تعليم لطبابه لسياسه اقتصاديه حكيمه تقدر توقف البلد على اجري. مين المستفيد من تعطيل البلد؟ هلا هي هن هالسلطه كل ما عم تتعند بوجه الحراك وبوجه الثوره يلي صارت. يعني بطلنا حراك، تحولنا من حراك لانتفاضه لثوره، ما عم بيردوا، بدهم يعملوا مثل ما بدهم، بدهم ينقوا، بدهم يخالفوا الدستور، كل يوم بيخالفوا الدستور. كنا موعودين انه نهار الجمعه تبلش الاستشارات النيابيه ليكلفوا رئيس حكومه يالفوا حكومه، لهلا ما في استشارات، رجعوا اجلوا. طيب لا اريد ان استعمل الحجه التقليديه لدى الحكومات العربيه، تلك التي تتعلق بحمايه المصالح العامة للشعب اللبناني، ولكن مع هذه الإضرابات الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا وقد تصل إلى نقطة لا عودة. هلأ الإضرابات صح عم بتساهم، بس هي ردة فعل على سياسات
إلى 30 سنة سياسات خاطئة، ما عرفوا حطوا ولا استراتيجية، ما عرفوا إلهم بالسلطة أكثر من 30 سنة، بيكرروا نفسهم، بيرجعوا بيجوا هن ذاتهم، بيرجعوا بيعملوا نفس السياسات، ما غيروا بالأداء، ما فكروا بأي خطة يتبنوها لا يحسنوا الوضع المعيشي، لا يحسنوا السياسة الاقتصادية، لا يحموا الليرة، ما عملوا شيء إلا زادوا الدين، زادوا الموجبات على المواطن اللبناني، ما بيعرفوا إلا يزيدوا ضرائب على الشعب، ما بيعملوا دراسة مالية تفرق بين صغار المودعين وكبار المودعين، تجي هالضريبة شاملة للكل. ولكن هذه الصبورة السوداء معروفة الآن، فيه وضع اقتصادي في انخفاض وفي تأزم، كيف ستواجهون هذا الوضع؟ هل بالهروب إلى الأمام أم البحث عن توافقات مع كل الأطراف في لبنان؟ وهذا لا يعيد النظر في الحراك اللبناني. لا، هو الحل بحكومة إنقاذية، حكومة انتقالية يكون عندها صلاحيات تشريعية موسعة واستثنائية تقدر تطلعنا من هالأزمة. واضح أنه هني ما رح يقدروا يخلصونا من هالأزمة، بدنا ناس مختصة تفهم بالاقتصاد تقدر تلاقي حل للأزمة المالية الاقتصادية، بدنا تشريعات تقدر ترجع الأموال المنهوبة، تخفف الدين، توقف الفساد، بدنا قضاء مستقل يمسك زمام الأمور ويحاسب الفاسدين ويرجع الأموال. عنا قوانين كتير جيدة، بس المشكلة انه ما عنا قضاء مستقل. يعني هيدي الحكومة شغلتها تكون مجموعة اخصائيين عم يشتغلوا ليل نهار ليكون عنا قضاء مستقل، ليكون عنا خطة اقتصادية انقاذية للبلد، يكونوا مجموعة خبراء من خارج الاحزاب السياسية. نعم. ما عندها اي ولاءات. نعم. ما لنا شايفين غير هذا الحل، وتنوصل لهذا الحل بدنا نبقى بالشارع، لانه نعم. إذا بنطلع من الشارع ما بقى نحن كل قلنا 40 نهار بالشارع ما عم يسمعونا. ليال صقر المحامية ومؤسسة نواة للمبادرات القانونية، شكرا جزيلا لكِ.